بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أنا اسمي حسام موافي، أستاذ في القصر العيني طب حالات حركة. هو اللقاء مش هياخد 7-8 دقايق، هقول لكم خليها بقى مرة ثانية يعني. فهي كل الحكاية 5-6-7 دقايق. اللي ما يقولش بعديهم سبحان الله يبقى جاحد. اللي يقول سبحان الله، كان قبل ثورة 25 يناير، كان آخر معرض كتاب عملت له زيارة، فلقيت كتاب 1000 صفحة، خلي بالكم الأرقام، 1000 صفحة مكتوب عليه ووتر، الماء، كتاب طبي. وبعدين مسكته كده 1000 صفحة، يكتب إيه في المية يعني؟ ده يعني المية كلها عندنا في كتاب أمراض بطنة 30-40 صفحة. لقيت الكتاب ب$500، فقعدت متردد اشتري الكتاب ولا خسرت ال$500، والاخر غلبتني الشهوة العلمية اشتريته. قعدت 3 شهور اقراه، خلي بالكم الارقام، قعدت 3 شهور اقراه. الكتاب بيتكلم على ايه؟ دلوقتي انا بشرب كوباية شاي حطيت فيها 3 قوالب سكر، جه واحد بيغلس عليا راح حاطط لي ميه على الشاي، جيت ادوقه مش عاجبني. ليه؟ قال لك ما فيش سكر. طب هل انا شلت السكر من الشاي؟ ما حصلش، انا زودت الميه فالسكر باظ. الظاهره اللي كلكم عارفينها ظاهره التخفيف، انا خففت الشاي بميه فباظ. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، الا تعلموا ان الماء تموت؟ اللي حصل في الشاي يحصل في جسمك. شربت كوباية مية دخلت على الدم هتخفف كل حاجة. أنا عندي صوديوم في الدم خف، رحت في دهية، بوتاسيوم، جلوكوز، كالسيوم، كل ده هيخف بكوباية مية. الكتاب بيتكلم على إيه؟ على 16 طريقة إن الجسم لا يحتفظ بالماء. المخ، فالقلب، فالكبد، فالكلى، 4 أعضاء في الجسم، والله أعلم بعد شوية هيطلع فيه إيه تاني، 4 أعضاء مسؤولين. الكوباية اللي شربتها لازم تنزلها، يا عرق يا بول يا في النفس بخار مية، إنما لا يحتفظ الجسم بالماء. والدليل اللي عنده هبوط في القلب رجليه مورمة قد كده، خد المية وما عرفش يخرجها. اللي عنده تليف كبد عنده استسقاء، خد مية وما عرفش يخرجها. اللي عنده فشل كلوي مورم بنشيل منه المية بمكنة ما عرفش يخرجها. وبرضه جزء في المخ مسؤول على ان المية تخرج. خلصت الكتاب في 3 شهور. انا ما بخلص كتاب بسجد لله شكر اني فهمته، فسجدت لله شكر ولقيت المغرب بيدن، نزلت اصلي المغرب في المسجد، اقسم بالله العظيم لقيت الراجل الامام اللي بيأمنا قال الكتاب كله في 4 كلمات، الكتاب كله، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. 1000 صفحة اللي الراجل بيتكلم عليها الخواجة في 4 كلمات في القرآن. فآمنت بالله إن القرآن ده صعب جدا، وسألت نفسي سؤال، ليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقى الرسول ما كانش يعرف تفسير القرآن؟ طب ما ادهولناش ليه؟ ما كتبش القرآن وتفسيره ليه؟ لهذا السبب، لو كان فسر القرآن أيامي بهذه الطريقة اللي فسرها ما كانش حد فهم. القرآن ده أعجوبة ليوم الدين، هنفضل كل واحد يفسر فيه. ونزل بالعربي ليه؟ لو قلت تشير بالإنجليزي كرسي لها معنى تاني؟ لا ملهاش. إنما كلمة قلب في العربي لها 50 معنى، وماء في العربي لها 50 معنى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا إيه؟ لعلهم يعقلون، يعقلوا الكلام ده لأن هيتغير بمرور الزمن. عاجز عن الشكر وإن شاء الله نلتقي تاني بإذن الله. عشان بس الناس عايزة تروح. عايزين حاجة تانية سبحان الله برضو؟ كنت في مؤتمر في ألمانيا، أقسم بالله العظيم هذا حصل. أنا في مؤتمر في ألمانيا في بلد اسمها دوزلدورف. المؤتمر أنا رايحه على حسابي، لكن شدني جدا عنوان المؤتمر. عنوانه كان الكلام ده من 10 سنين. عنوانه إيه؟
سيركيديان ريزم اوف ديزيز، يعني توقيت المرض، يعني غيبوبة السكر بتيجي الساعة كام، ونزيف المخ بيجي الساعة كام، واحتباس البول بيجي الساعة كام. تخيلوا ان كل مرض له وقت. فرحت حضرت طبعا القاع اللي كانت تهمني القلب شغلتي، فلقيت الراجل بيقول ألماني ملوش علاقة بديننا خالص، معرفش هو مسيحي أم مالوش دين الله يعلم، بيقول إن عملوا إحصائيات طلع إن أزمة القلبية شريان قلب قفل، والأزمة المخية السكتة الدماغية شريان مخ قفل بتحصل 8 الصبح. تحبوا تعرفوا التفسير؟ تفسير فعلا سبحان الله. أنت لما بتنام بالليل الدورة الدموية بتبقى بطيئة، فلو بقت بطيئة ومشت في نفس الشرايين الدم هيتجلط، دم ماشي ببطء في شرايين هي فسبحان الله ربنا بيطلع مادة يخلي الشريان يضيق يوم الضغط يفضل ثابت. انت متخيل خرطوم جنينة وانت زنقته تقوم الضغط بتاع المية هو، انما لو سبته واسع والمية قلت مش هتنزل المية او مش هتمشي، فلو كان دم يتجلط. فربنا سبحانه وتعالى جعل ميكانيزم في الجسم، طريقة تخلي الشرايين تقفل طول لما بتنام، على 8 الصبح بتبقى قفلت خالص، تيجي جلطة القلب أو جلطة المخ. الألماني الذي لا علاقة له بديننا، الما عدا اللي يقوم وينام يبوظ الميكانيزم ده، ف 8 الصبح ما يروش حاجة. قلت سبحان الله، الصلاة خير من النوم. ربنا ما بيعذبناش، ربنا بينقذك، ربنا بينقذك بانك تقوم وتنام. اما بيجي لي والله ما يجي لي مسيحي في عياده في عيادتي وانا حاسس انه هيجي له مصيبه، اقول له بص بقى الساعه 4 4 ونص كده قوم لف في البيت واشرب ميه ونام تاني عشان ما تحصلكش مصيبه. اه والله بقول له كده، ما هقول له صلي هيضربني. انا قلت له صلي هيضربني. فتخيلوا البحث اثبت ان اللي يقوم وينام تاني محمي. ليه؟ المادة اللي بتطلع ساعة الفجر بتنكسر تصل إلى الصفر، تنام تاني 8 الصبح ما تلحقش تعمل حاجة. إنما لو خدت من بالليل للصبح المادة دي بتفضل تعلى الساعة 8 تقفل. وفعلا لو فيكم مريض ضغط ما يقس ضغطه الساعة 8 الصبح، ما يقسوش، لأنه أسوأ ضغط هو 8 الصبح. للي نام هتلاقيه عالي، أنا ضغطي عالي لا، قيس الساعة 3 4 الساعة 2 الظهر، ما تقيس الصبح ضغط سيء. عاجز